انا كنت نقصر عندي 10 ايام مع 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 وزير. قال لي لا كونستيسيون. قلت له انا لا كونستيسيون شوي ديبيتي، انا مانيش داكور مع لا كونستيسيون. او قلت له انا لا كونستيسيون جو ن سوي با داكور افيك لا كونستيسيون. قلت له كيفاش يا عجب في الارتيكل 3 وقيلا د لا كونستيسيون لا حياة لا دين، زوروا التاريخ هكذا وتكتبوه، ستادير يسرقك ويزيد يقابلك. الجيري تان بيي لارابي ليدونتيتي الجيريان لارابيتي اسلاميتي لا مازيغيتي. فستي ما كاش منها. وعلاش بوز اغريسي لي جون الجزائريين هكذا؟ لارابيتي هي الاولى في هذه البلاد، الاسلاميتي هي الاولى في هذه البلاد. وكي جا عقبة ابن نافع صاب الكباش لهنا اخي، كي جا عمر عقبة كافحناه. سيد نور الدين ايد حموده كذلك في هذا النقاش، لازلنا ندور في هذه الحلقه سيد نور الدين ايد حموده، يعني لازلنا نتكلم على الماضي. اذا انت متفق معي اننا لازلنا نتكلم على الماضي، نتكلم على 3000 سنه قبل. لماذا نتكلم؟ نعم. لان المسؤولين من 62 الى يومنا هذا انا لم نحل مثل هكذا مشاكل، يعني ما حلوهمش. والمدرسه عندك ولاد ولا مازال؟ راح هضر معاهم على التاريخ تاع الجزائر، يقول لك ما نعرف والو، ما يعلموا لهم التاريخ ديالهم. حتى اصبحنا الجزائريين يقول لك انا افغاني، الاخر يقول لك انا سعودي، الاخر يقول لك انا قوري. سي نور الدين ايد حموده، هل نحل المشاكل العامه الكبرى اولا، ام نحل مثل هكذا امور التي يمكن ان تدخل في اطار مجموعه، ربما مجموعه من الاصلاحات؟ ما تنجمش تقول الجزائريين يروحوا يخدموا لما على بالوش شكون هو، لما تمدلوش حقوق ديالو، لما تمدلوش لغته، لما تمدلوش الشيء اللي يفتخر بها. انا جيت قول لي بلي الجيري تامبي عرب، نقول لك ما نتمشاش معك. الجيري الجيريان. جميل. نعم سيد نور الدين حمود، المشكل اننا لم نفصل بعد في مثل هكذا امور، وان كانت هي امور يعني حقيقيه وجوهريه بالنسبه وهذو المشاكل مشاكل كان من المفروض ان نعم المفروض كانوا ولكن كانوا الناس تاع 62. نعم. ولكن سيد نور الدين حمود، انه فيه الكثير من الجزائريين او حتى بعض الجزائريين انه لا يتفق كذلك مع راي نور الدين ايد حموده، يقول بانه الجزائر ما يعني مثل هكذا الاطروحات بالنسبه للاطروح. ماشي رايي. نعم. هذا ماشي. نعم. رايي سيد نور الدين ايد حموده، التاريخ روح نزوروا. نعم. التاريخ هذا التاريخ ما تزوروش. جميل. التاريخ لا يزور حتى لا نزور المستقبل. سيد سعيد إرزي، خلينا هذا الحرب موجود عندنا بالآلاف وموجود في كل منطقة، وهو الآن الشعر الرسمي للغة الأمازيغية. والشعر الرسمي للغة الأمازيغية هو أصلا من جنوب الجزيرة العربية، من جنوب عمان، لكن هو معروف، هذا واضح، وهذا معروف، هذا هو عندنا آلاف منهم موجود في كل النقوش اللي موجودة القديمة جدا في ظفار.